بعض الجوانب في شخصية ألفا اللي ممكن ما تكونش حابب تعترف إنها موجودة في شخصيتك هم قادة بالفطرة وإن هما أكتر شخصيات جذابة للجنس الآخر بيعرفوا يتعاملوا صح وما عندكش الشجاعة الكافية إنك تعترف بيها وتعترف إن الصفات دي موجودة فيك في الفيديو ده هنعرض بعض العلامات والصفات اللي هتعرفنا أكتر عن شخصية الرجل ألفا وهعرفك في الفيديو برضو إذا كنت من شخصيات ألفا ولا لأ ولو انت متأكد إن انت من شخصيات الرجل ألفا، فهتتعرف أكتر عن جوانب شخصيتك، وبصراحة كده هنعرض في الفيديو ده بعض الجوانب في شخصية ألفا اللي ممكن ما تكونش حابب تعترف إنها موجودة في شخصيتك، ممكن لو انت ألفا تكون بتحاول تخفي الصفات دي عن الناس ومعندكش الشجاعة الكافية إنك تعترف بيها وتعترف إن الصفات دي موجودة فيك، فحاول كده إنك تاخد جرعة صراحة وتتابع الفيديو للنهاية، لأن في حاجة مهمة لازم تعرفها، شخصية ألفا من الشخصيات المسيطرة والمهيمنة في المحيط اللي حوالينا هم قادة بالفطرة عندهم الشخصية والكاريزما اللي بتجعل كل اللي يشوفهم يتبعهم بالإضافة إن هم أكتر شخصيات جذابة للجنس الآخر بيعرفوا يتعاملوا صح ألفا هو حرف أبجدي الحرف الأول في الأبجدية اللاتينية وبداية الحروف دايما بيتم الإشارة ليها بالقيادة والأسبقية دايما الناس بتلجأ للألفا وعادة الناس لما بتتعامل مع الشخصية الألفا بتتعامل معاه بحساب بيخلوا بالهم من كلامهم كويس، وده بسبب الهيبة اللي بتكون طاغية على شخصية الالفا، مش الأشخاص العاديين بس اللي بتعمل حساب للالفا، ده حتى علم النفس نفسه أخذ فترة طويلة في دراسة شخصية الرجل ألفا، وفي بحث اتنشر في مجلة اتش بي آر أو هارفارد بيزنس ريفيو عن شخصية الالفا، وطلعوا بالبحث اللي عملوه بالصفات التالية للرجل ألفا الصفة الأولى بتتكلم دايما في الموضوع بشكل مباشر انت دايما بتكون عارف انت عايز ايه بتكون محدد هدفك من الاخرين عندك الجراءة الكافية ان انت تقول كل حاجة بوضوح بدون رسائل مخفية لا بتعني لا والعكس بالبلد كده ما بتلفش وتدور اذا كنت في حالة شك او ارتباك او عدم يقين هتعترف للاشخاص اللي حواليك بانك مش جاهز انك تاخد قرار نهائي دلوقتي وهتعمل ده بمنتهى الثقة بدون اي خوف من حكم الناس عليك او هما هيبقوا شايفينك ازاي الصفة التانية انت دايما بتؤمن بتصرفات الناس مش بكلامهم في مثل مصر حلو قوي بيقول الكلام معلهوش جمرك اي شخص ممكن يعرف يتكلم عن نفسه كويس ويشكر ويمدح ويبالغ في مميزاته وقد ايه هو جميل وانت عارف ده كويس فعلشان كده ما بتهتمش اي كلام بيتقال قدامك ما بتاخدوش بمحمل الجد ما بتعتبرهاش معلومات مهمة عن الشخص اللي قدامك وتقدر تتعامل معاه على هذا الأساس إنت شخصية عادةً مش بتبالغ في تحليل مقاصد الناس، وكان قصدهم إيه وما كانوش يقصدوا إيه، وبتشوف إن ده عبارة عن مضيعة للوقت إنت بتؤمن بالتصرفات، تصرفات الناس وأفعالهم وتفاعلاتهم مع الآخرين هو ده اللي إنت بتحكم بيه على الناس القاعدة دي إنت مش بس بتحكم بيها على الناس، لأ، إنت مطبقها في حياتك دايمًا بتخلي تصرفاتك وأفعالك هي اللي تعبر عنك وده لو دل على شيء يدل على صدقك وصراحتك مع نفسك قبل الغريب الصفة الثالثة انت هادي نادرا لما بتنشر اي حاجة عنك على مواقع التواصل الاجتماعي لانك بتدي الاولوية لخصوصيتك في المقام الاول مش مهم ان الناس عندك تعرف انت رحت فين وسافرت فين وقابلت مين كل ده مش مهم والاسلوب ده بتوصل بين الناس لمرحلة انهم عندهم فضول حوالين مسار يومك وانت بتعمل ده بمنظور ان انت لازم تخلي فيه خط فاصل ما بين حياتك الشخصية وحياة الاخرين وهم عارفين ايه عنك وده ممكن يبان غريب وخصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا كم التباهي بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي رهيب جدا وانت ما بتكترس ولا بتدي اي اهتمام وده في حد ذاته بيخليك مميز وعندك برضو ميزة ان انت بتستمتع بوقتك لوحدك ما بتمنعش ابدا ان انت تعمل كل حاجه بنفسك والشعور بالوحده نادرا لما بيصيبك لان انت دايما مستقل بذاتك ما عندكش مانع ان انت تطلب المساعده من الناس اي نعم ولكن بتفضل انك تتفاعل مع الناس اللي عندهم نفس اهتماماتك ومبادئك وافكارهم شبيهه لافكارك ما عندكش اي مشكله ان انت تروح الاماكن وتزور البلاد اللي انت حابب تزورها لوحدك حتى لو مفيش اي حد معاك ولا انت تعرف حد لان انت مقدر تماما ان الحياه فرصه ولازم تستغلها صح سواء معاك اللي يشاركك أو لا الصفة الرابعة ملكش وشين دايما كلامك بيكون متوافق مع سلوكك وتصرفاتك لأن انت ما بتكونش حابب ان انت تزيف أي مواقف قدام الناس علشان ترفع يعني من قيمتك قدامهم انت عندك الجراء الكافية اللي تبين للناس مدى حبك للشخص ده أو كرهك ليه أو قبولك للموضوع الفلاني أو رفضك ليه زي ما قلنا ان شخصيتك بطبيعتها مستقلة مش مستني حاجة من حد فعشان كده ما بتجيش على نفسك علشان تجامل الناس وممكن تصرفاتك دي تبان قدام الناس ان هي نوع من الوقاحة ولكن انت بتعتبرها صراحة مفرطة وبتحس ان انت ما ينفعش تضحك على نفسك وتبين عكس اللي جواك الصفة الخامسة بتخلي بالك من اللي حواليك استقلاليتك بتكون فرض عليك مسؤوليات كتير من ضمن المسؤوليات دي إنك دايما عليك عبء مساعدة الآخرين وخصوصا الأشخاص اللي بيلجأوا ليك والجميل فيك إنك بتعمل ده بمنتهى السعادة لأن احتياج الناس ليك بيرضي غرورك وامتلاكك للقيادة وحس المسؤولية مدية ليك مكانتك وسط اللي حواليك وإنت بارع في التصرف في هذه المواقف إنت بتسعى للنجاح دايما والفوز ولكن دايما مهتم برضه بمساعدة الآخرين الصفة الستة أصدقائك قليلين ودايرة معارفك كبيرة عندك بعض الأصدقاء القليلين جدا اللي انت بتثق فيهم وده على الرغم انك اجتماعي بالفترة ومحيط بدايرة علاقات كبيرة ومعارف لا حصر لها ولكن انت مدرك ان مش كل دول ينفع تثق فيهم الناس اللي بتثق فيهم في حياتك ممكن يكونوا شخص او اتنين بالكتير قوي وبتكون عارفهم كويس ومتربي معاهم حتى لو اهتماماتهم غير اهتماماتك بس إنت متأكد إن دول تقدر تثق فيهم، وإنهم صعب يخذلوك إنت جريء وعندك الشجاعة الكافية إن إنت تخرج من أي علاقة شايفها مش مناسبة ليك، وبتعرف تتعافى بسرعة بالمناسبة، لأن قرارك بالبعد بيكون مأخوذ بمنتهى العقل، بدون تدخل العاطفة، وإنت من الأشخاص اللي بتحترم عقلك بشكل كبير الصفة السابعة: ما بتهتمش بآراء الناس إنت غالبًا ما بتعيش حياتك بناءً على معايير المجتمع لأنك عندك معاييرك الخاصة اللي أنت مقتنع بيها وصعب تتنازل عنها ومدرك إن أنت مهما عملت مش هتقدر ترضي الجميع ماشي بمبدأ في الحياة أنت في حالك وأنا في حالي طول ما أنت ما بتأذنيش بأي شكل من الأشكال اعمل اللي أنت عايزه وأنا مش هتعرض لك أنت بتتعامل مع الناس بالأسلوب اللي أنت حابب إن الناس تعاملك بيه وأنت مش جاحد قوي بالمعنى اللي ممكن يكون وصل لك رغم انك بتقدر معاييرك وصعب ان انت تغير مبادئك وطريقه تفكيرك الا انك ما زلت بتسمع لاحبائك وبتاخد اراهم بعين الاعتبار ودي صفه مهمه جدا في حياه الالفا لان الناس عارفينك كويس الشخصيه الالفا بتبقى محط الانظار في اغلب الوقت الجميع بيكون عنده فضول بيكون حابين يعرفوا معلومات اكتر عنك لان شخصيه الالفا زي ما قلنا غامضه بشكل كبير وتواجده دايما بيكون مؤثر في المكان اللي هو فيه تقدر تعتبره كده هو محور الكون بالنسبة لبعض الناس وبيركزوا معاه وبياخدوا بالهم من كل تصرفاته الصفة التامنة دايما مشغول في فعل الحاجات اللي بيحبها الشخص الفا بيهتم جدا بنفسه وبيقدرها بشكل كبير ممكن بعض الناس تشوف ده ان هو غرور ولكن تمام كده كده ما بيهتمش عنده الكثير من الاهداف والاحلام اللي بيسعى دايما ان هو يحقق اكبر قدر منها واغلب حياته مسحول في الحاجات دي في أهدافه وفي أحلامه وواخدة أغلبية وقته هو بطبيعته شغوف بحياته ومتحمس دايما للمعرفة وتعلم الحاجات الجديدة وأكتر حاجة بيحبها في نفسه إن هو منتج وعنده استعداد يعمل المستحيل علشان يوصل لأهدافه حتى لو السعي وراء أحلامه وأهدافه ده هيخليه يضطر إن هو يفضل عزابي بدون شريك لأن مواصفاته في الشريك بتكون صعبة بيدور دايما على الشخص اللي يكون فاهم أهدافه وأحلامه وبيشجعه للوصول إليها بيدور دايما على الشخص اللي يضيف له في حياته مواصفات فتاة أحلامه بيهتم جدا إنها تكون طموحة وبيلاقي صعوبة في إن هو يلاقي الشخص اللي يكمل معاه حياته تكون بنفس المواصفات دي الصفة التاسعة بتبتعد عن المشاكل في انطباع سائد عند أغلب الناس إن الشخص ألفة عاشق للمشاكل بيدور عليها ما بيعرفش يعيش بدونها وده ممكن يكون من وجهة نظر الناس اللي ما تعرفوش كويس بس انت في الحقيقه شخص مقاتل مندفع اي نعم بعض الشيء ومبادر وحبك لدائره اصدقائك واهلك بتخليك ما تقدرش ثابت بدون تدخل لما تلاقي حد منهم واقع في مشكله اول شخص بتبادر وبتحط نفسك في المشكله ولا كانها مشكلتك انت ولو ما عملتش كده بالظبط بتفضل دايما داعم بشكل كبير للي يهمك امره لحد ما يتخطى الفتره الصعبه دي من حياته شخصيه الفا بطبيعتها جذابه لإنها بتجمع ما بين صفات كتير ما بين الصدق والذكاء والقوة والاستقلالية والجراءة وحب الزهور علشان كده سبعين في المية من القادة اللي موجودين حوالينا لا إما في الشغل لا إما في المناصب العليا أو في شلة أصدقائنا أو رؤساء الدول أو الوزراء بيكونوا من أصحاب شخصية ألفا بطبيعة الحال شخصية ألفا من الشخصيات المميزة حوالينا وبعض الناس بتسعى إنها تكتسب بعض الصفات منه وبتاخده كمان كمثل أعلى ليهم وده مش عيب محاولة تحسين شخصيتك ده أمر مهم وبيعبر عن النضوج اللي انت وصلت له وده مش معناه خالص ان شخصية ألفا مالهاش عيوب لو عايزين نعمل فيديو تاني عن عيوب شخصية ألفا اكتبوا لنا تحت في التعليقات واكتب كمان إذا كنت من أصحاب شخصية ألفا ولا لأ وإيه نوعية الفيديو اللي عايزين نتكلم فيها بعد كده وبس ده اللي كان عندي أقوله لك النهاردة ما تنساش اللايك والاشتراك سلام